كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو نحويلكم؟ اليوم اسبوع very interesting. انا لما سألت شو هو الموضوع جاني الحقيقة مرة اخرى. فكأنه في تيار عم يشتغل مع الحقيقة الشهر هذا، فكأنه في يعني تطهير كثير كثير عميق. ومن الاشي الكثير الحلو لما بيكون في تيار انك تركب معاه التيار هذيك، لانه هو التيار هذيك راح يقودك الى يعني بيسر للمكان الصح. مثل يعني في المحيطات لما بيكون الحيوانات بدها تتنقل من مكان لمكان، تستعمل التيار من شان انه تتنقل بسرعة المكان المكان من جزيرة لجزيرة، خاصة في الترحال وكل اشي. فالتيار هو سبحان الله ما خلق هذا بباطل، يعني كل اشي في الحياة هذا من شان انه احنا بنتفكر فيه. فلما يكون التيار تبع الحقيقة مثلا في يعني الشهر هذا والطهارة، فgo with the flow. فانا يعني عم بحس انه يعني هذا الاسبوع ايضا راح يكون الموضوع عن الحقيقة، و this is what I'm gonna talk about، يعني هذا هو الاشي. بس الاسبوع الماضي احنا تحدثنا عن الخوف عن الحقيقة، اليوم راح نتحدث على اشي اخر، اشي اكثر عمق، اشي حلو وراح يساعدك كثير 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 يعني في الرحلة تبعك. ف keep it up with me. انا راح احكي لكم على انه في يعني اشخاص بتظن لما بتقولها هي بدها تسوي جورنالينج، وهذا انا اكتشفته مع ذاتي قبل كل اشي. انت بتسوي جورنالينج وبدك تسأل حالك أسئلة، ومن شان أنك تسأل حالك هذه الأسئلة بدك تجاوب. فالحقيقة هي حقيقة اللحظة، فلا أنت بتجاوب شو أنت من المفروض أنك تقول. لأنه ليش؟ لأنك أنت شفت في السوشيال ميديا يجب أن تقول هيك وهيك في العلاقات، يجب أن تكون هيك وهيك في العلاقات، فيجب أن تكون هيك وهيك وهيك. فإذا هي يجب أن تكون هيك وهيك وهيك، وأنت في الحقيقة في اللحظة هذيك عندك كلام آخر، فرح تحس يعني في يعني هيك عار، في شيم. كيف أنا منيش كيف الحقيقة هذيك؟ والحقيقة هذيك بيكون قالها شخص يعني عمل بحوث، عمل شايف أشياء فقط يعني، وقالها على السوشيال ميديا من شان النفع بس، لأنه ما سويتش تفريغ للمعلومات اللي استقبلتها من الشخص هذاك، انت بتتخيل انه هذيك هي الحقيقة، ولكن هي فقط معلومات، يمكن ان تكون مخطئة، يمكن ان تكون صحيحة. والحق هو حق رب العالمين فقط فقط فقط. قبل يعني ملايين السنة كان في ديناصورات، الآن في تماسيح، بعد ما بنعرف شو رح يكون فيه. ليش؟ لأنه الحقيقة قبل ما كانتش كيف ما الحقيقة الآن. يعني والحقيقة لما أقول هون كلمة حقيقة عم بقصد بها أنه في اللحظة الانفورميشنز الموجودة ما كانتش كيف. And this is what I mean by يعني الحقيقة. فالحقيقة في الماضي ما كانتش هيك، الحقيقة الآن إشي آخر، فتكونت أنواع أشجار أخرى، أنواع حيوانات أخرى، فتختلف. فالشخص مثلا إذا أنت بتسوي سوشيال ميديا سكرولينج، بتقرأ كتب، بتسوي إشياء، الحقيقة تبع الشخص هذيك يمكن أنها تتغير بعد 100 سنة، بس الحقيقة الوحيدة اللي ما بتتغيرش هي الحقيقة اللي بتستقبلها من رب العالمين دايركتلي. فكل اشي كل اشي قابل للخطأ وللصح، وانت يجب ان تتذكر ان دايما 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 تفرخ، دايما تفرخ. يعني التفريخ من اهم الاشياء اللي انا رزقني رب العالمين بالنعمة هذه،
وهي من الاشي اللي انا يسرت لي كثير حياتي واستقبلت بها كثير نعيم، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. انا لانه استقبلت هذا النعيم، لانه يعني انفتحت امامي باسباب التفريغ، انا سويت كورس اسمه كيف تستقبل اكثر، وهو يتحدث عن التفريغ، على التفريغ المادي، وفيه التفريغ عن المعلومات وكل اشي مادي. بس انا اليوم راح احكي لكم على التفريغ، كيف بتسوي التفريغ ايموشنلي، كيف بتسوي التفريغ للحقيقة، مش ايموشنلي، للحقيقة فعليا بداخلك. فاذا بدكم اكثر معلومات على الكورس، يعني you will find in the description قناة التليجرام تبعي، و you may connect with me وتسألني على اي اشي على الكورس. فكنت بحكي لكم على التفريغ في الحقيقة. فانت لما بتستقبل كل يوم كل اشي، لازم كل مرة بعد ما تستقبل هذا الاشي، ولو يعني انت يعني بتصدق هذاك الاشي، يعني اشي بتصدقه، بس اذا انت ما شفتوش، ما ابصرتوش، ما تذكرتوش بقلبك، ما شفتوش في القرآن، فهو دايما قابل للتغيير. مع العلم هو القرآن دايما بيتوسع، ودايما الحقيقة is unfolding unfolding unfolding. فمن أحسن الأشياء هو إنك تكون في اللحظة دايما بتعبر عن الحقيقة الموجودة بداخلك، وبتستقبل الحق من رب العالمين. يعني بتقول حقيقتك whatever it is، بعد ما تعترف بالحقيقة هذيك تبحث عن الحق من رب العالمين. تمام، هذا من أفضل الأشياء اللي بتسويها. والتفريغ هون انك كيف رح تسويه التفريغ، انا بالنسبة لي يعني في كثير يعني اشياء يمكن انك تسوي بها التفريغ، بس شخصيا كوي ام من اكثر الاشياء الفعالة اللي لدي يعني هم بسويهم تمرينين بس. اكثر اشي هي الصلاة، بالنسبة لي الصلاة يعني هي نعيم ونعمة من رب العالمين، شكرا لرب العالمين. بس يعني متأكدة انه هذا اشي يعني كثير يعني سيمبل، ومتأكدة انه في نعيم اكثر من القيام بالصلاة. فالقيام بالصلاة هو بيكون يعني تفريغ، فانت بتتحرك جسديا وقلبيا وكل اشي منشان انك فقط تقوم بالصلاة لرب العالمين، وبتستقبل الحق في اللحظة ديك، وبتفرغ كل اشي استقبلته قبل الصلاة. فكل توقيت للصلاة انت بتفرغ اللي قبل، بتفرغ اللي قبل، بتفرغ اللي قبل. الاشي اللي انا بسويه also مع كل اشي بدخله، مع كل اي اشي بسويه، بنوي اني بستقبل فقط من رب العالمين ومن وعي رب العالمين، وبنوي انه يعني خلص يعني I will not believe in this until I test, until I feel it in my heart, and until I get the proof of the reality of this. Until then it's still information and not the truth. And there is a very big difference هون، يعني في كثير يعني اشي كثير رقيق. فهون لازم انه يتمرن الوعي تبعك والجسد تبعك على انه بيسوي هذا الاشي. فلما انت بتتمرن مع الوقت رح تفهم كيف بتسويها. فيا this is it for today. As I told you, it's very very important when the flow
is here to take the road and take the advantages of it. يعني انك فعليا كل اشي نعمة وانك تحسن في التوقيت هذاك استعماله هو نعمة في حد ذاتها. فشكرا لرب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكرا لكم، شكرا لاستقبالكم، نلتقي الأسبوع الماضي أو الأسبوع القادم. لا الماضي يعني خلص. Oh my god. ونلتقي الأسبوع القادم. باي.